حاجة هي الندوة السنوية الثانية بين وزارة العدل ممثلة في التفقدية العامة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. هذا أول حاجة لتطوير منظومة السجل التجاري، ونعرف أهمية السجل التجاري بالنسبة للتنمية وبالنسبة لتطوير المعاملات الاقتصادية الصناعية والتجارية. وبالتالي مسألة السجل التجاري هي اللي تعطي دفع للاستثمار، لأن السجل التجاري والمنظومة الاقتصادية مبنية على الثقة، مبنية على المصداقية، وبالتالي كلما ارتفعت وارتفع منسوب الثقة كلما تم جلب المستثمرين، وبالتالي المنظومة هي من أسس ومن قومات المنظومة الاقتصادية. اليوم احنا بدينا في إصلاحات كبرى. الحاجة الأولى لابد كما قلنا تركيز المصداقية، إرساء وترسيخ الثقة. ثم حاجة ثانية بالنسبة للخدمات، السرعة. نعرف المعاملات الاقتصادية كلما كانت أسرع كلما كان معناها فما استجابة من المستثمرين، وبالتالي كان عندنا شوية بطء في المنظومة هذه. في سنة 2017 قمنا بثلاثة إجراءات. الإجراء الأول هو فما الشبابيك، كان قبل المستثمر أو التاجر أو الصناعي وحتى المحامي يعمل يعني صف في مكتب البريد باش يخلص يعني الأتوات، ثم يمشي معناها إلى مكتب السجل التجاري. احنا عندنا مكاتب يعني فرعية ومكاتب يعني ومكتب مركزي، وبالتالي فما طول متاع إجراءات وفما ضياع الوقت. اليوم احنا أرسينا مكاتب يعني متاع بريد لسخ خلاص الأتوات بجنب تلك يعني المكاتب الفرعية. الحاجة الثانية في المقر الجديد للسجل المركزي، اليوم فما خدمات اللي ولات تعطى بصفة لا مركزية بقطع النظر عن مرجع النظر الترابي، دون تقايد بمرجع النظر الترابي. اليوم بدأ تفعيل المنظومة هذه. الحاجة الثالثة على مستوى مكاتب سجل التجاري بالمحاكم في كامل تراب الجمهورية، اليوم معناها المتعاملين الاقتصاديين المحامين يمكنهم استخراج المضمون من أي مكتب كان داخل تراب الجمهورية دون التقيد بمرجع النظر الترابي. هذا يوفر معناها وقت، يوفر كذلك يعني مصاريف، وبالتالي فما تسريع. وبالتالي اليوم الندوة هذه هو لمواصلة هذه الإصلاحات. عنا كذلك النقطة الرابعة هي فما مشروع قانون بالتعاون مع منظمات أجنبية دولية احنا لتطوير منظومتنا بشكون في مستوى معناها الخدمات اللي نلقاوها في الدول المتقدمة. وبالتالي اليوم الندوة السنوية الثانية هي باش يكونوا فيها كذلك كل المتدخلين. احنا المعهد الوطني بصفته هو يملك السجل المركزي، وزارة العدل اللي عندها السجلات الفرعية في مختلف المحاكم، عندنا كل المتدخلين، ودون أن أنسى الكتبة السجل التجاري اللي لابد باش يكونوا عندهم تكوين، وبدينا في عملية تكوين على خاطر راهو مسألة اللي هي تقنية، مسألة فنية، لابد باش يكون فما كفاءة عالية في إزداء الخدمات. هذه تعطينا المصداقية، تعطينا الثقة، وتعطينا السرعة. أمال بن فرحات، مديرة عامة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية اللي هو زادة السجل المركزي للتجارة. احنا اليوم متواجدين في الملتقى الثاني للسجل التجاري اللي يجمع ما بين كل المتداخلين. المتداخلين هما السادة القضاة والسادة كتبة كل المحاكم اللي هما يمثلوا السجل التجاري المحلي، مع الأخيين اللي هما من السجل التجاري المركزي متواجدين في الانوربي. الهدف من الملتقى هذا هو أول شيء التشارك في أخذ القرارات ما بين الطرفين. الهدف الثاني هو تبادل الاقتراحات، التحسين، تبادل التعرف على المشاكل اللي تعرض لها كل جانب من الجوانب هذه المداخلة في السجل التجاري سواء المركزي أو المحلي، حتى نخرج ديما بأفكار تطوير. الملتقى مهم ومهم جدا. السجل التجاري آلية من الآليات اللي اليوم البلاد في حاجة إليها في ضمان الشفافية في المعاملات. سؤال يطرح نفسه في الأخير، شنو هو السجل التجاري؟ السجل التجاري هي قاعدة بيانات محينة، معلومات اقتصادية، معلومات تهم أصحاب القرار. احنا نسعى باش تكون هالمعلومات محينة سليمة،
توصل في الوقت مفتوحة للعموم حتى تأدي دورها في تحسين الشفافية، واللي هي في بلادنا اليوم حاجة مهمة ومهمة جدا لتحسين العلاقات، وخاصة خاصة لوضع أسس الثقة للممولين في تونس كبلد يحلو فيه الاستثمار ويمكن فيه الاستثمار ويستحسن فيه الاستثمار.